السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اليوم ان شاء الله نكملوا الكور ديال ليزون شيميك على الموقع www.exomroc.com. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا شابيتر جديده, حيث ان الشابيتر اللي فات ساليناها ديال الستريكتور دو لويس, عرفنا بعض المعلومات ولقينا ان الستريكتور دو لويس فهمت الناس كوا ساليزون كومبالون, ولكن فشلت في بعض لي مولوكول باش تجي لنا هذا التيوريم هذه اللي غادي تشرح لنا المشاكل اللي تحلهم ديال ستريكتور دو لويس. صافي, دونك هاد الشابيتر هادي سي سامبلومون بسيطه بزاف, سهله, فيها بعض المفاهيم سي سامبلومون سهله بزاف, دونك كتضبطهم تمشي ليكزام تخدم لك المسائل ديالك, يعني شي حاجه سهله بزاف ما فيهاش بزاف التعقيدات. الو, باش نفهموا المبدا ديال هاد الشابيتر هادي خاصنا نديرو واحد المراجعه بعد الشابيتر اللي فات باش نعرفو اشنو لقينا. الو, اول حاجه في الشابيتر اللي فات شنو شرحنا ليزون كومبالون, نكتبو هنا لا ليزون كومبالون, سي سامبلومون شرحنا ليزون كومبالون ليزون ايونيك ايتترا. قلنا ان الفكره ديال داك الشابيتر هو اننا نعرفوا كيفاش تكوننا هاد ليزون كومبون, يعني نعرفوا كيفاش تكونها ستريكتور ديالها, نعرفوا الجيومتريك ديال ديك داك الموليكيل, نعرفوا الزوايا لي زونغل ما بين هاد ليزون كيميك اللي تكونوا لنا اكسيتيرا اكسيتيرا. صافي, سي بيان. الو, اول حاجه عرفنا بلا ليزون كومبالون باش اننا نفسروا هاد ليزون كومبالون كيفاش كتكون اكسيتيرا. اول حاجه شفنا وهي لا ستريكتور دو لويس. الو, اول حاجه وهي ستريكتور دو لويس, ستريكتور دو لويس سي تري بيان. اشنو قالنا هاد العالم لويس؟ قالنا كاينه واحد لا ريغل سميتها لا ريغل دو لوكتي, هي اللي حلت لنا بعض المشاكل, وهي ريغل دو لوكتي. اول حاجه عرفناها وهي ريغل دو لوكتي, يعني قاعدة الثمانية, يعني انت لاطون سنترال كيكونو دايرين عليها 8 ديال لي زيكترونات, ولكن فشلات في بعض الموليكيل, يعني لقات مشكلة في بعض لي موليكيل. دونك هاد الاكزومبل بحال بي سي ال 5, الى جينا نتلوها بي سي ال الاولى, سي ال الزوجة, سي ال الثالثة, سي ال الرابعة, سي ال الخامسة, سي بيان. سي ال كيكون داير بها كاكا بوان. دونك هادشي راه شرحناه بالنسبة للشابيتر ديال ستريكتور دو لويس, اللي ما شافهاش يمشي يشوفها. سي بيان, دوبل ليبر دوبل ليبر, وهادي إلكترون ليبر. سي بيان, دونك شكلات لنا هنايا ليزون ما بين هادي, ودارت لنا ليزون ما بين هنا, وليزون هنايا, وليزون هنا, وليزون هنا. سي تخي بيان. إلا جينا نحسبو لي زيليكترونات لي عند لاطون سونترال, غادي نحسبو ها 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. دونك القاعدة ديال لا ريغل دو لوكتي متطبقاتش على هاد لا موليكول, يعني فشلات في بعض لي موليكول. قلنا بعض لي موليكول فاش فشلات, ماشي في توت لي موليكول. صافي, سي تخي بيان. الو, فشلات في هادي, وفشلات انها تفسر لينا لا جيومتريك دو موليكول. هادي ثاني فشل فشلتنا هاد لا ستريكتور دو لويس, وهي ان تفسر لينا جيومتري دو موليكول. وثالث حاله لي لونغل الزوايا ما بين هاد ليزون كيميك. دونك هادشي هاد تيوريم دو غريسبي هي اللي تحلنا هاد جوج مشاكل هادو. شي سامبلومون غادي تفسرنا لا جيومتريك دو موليكول, وتفسرنا لي زونغل ما بين ليزون كيميك, سي سامبلومون. دونك هادي هي الفكره العامه ديال هاد الشابيتر, هي غتحلنا هاد المشاكل هادو, لا جيومتريك دو موليكول اي لونغل. يعني نعرفو دابا لا جيومتريك كي دايره, جيومتريك ديال واحد المركب واحد الموليكول, و لي زونغل ما بين دوك ليزون كيميك اللي عندنا. صافي, سي بيان. دابا الفكره باينه, سي تري بيان. دابا عرفنا علاش حنايا كنقراو هاد الشابيتر هادي جديده, باش تحلنا جوج مشاكل اللي ما عرفاش تحلو لنا الشابيتر الاولى. سي تري بيان. الوغ, غنبداو باول حاجه وهي تيوريم دو غريسبي, او ما يسمى بالتيوريم في سي او بي ار. سي تري بيان. الوغ كنمثلو بها واحد لا غولاسيون هي ا
XENN شي سامبلومون A وهي دونك هاد لا غولاسيون هي اللي تشكل لينا تفسر لينا تبسط لينا كيفاش اننا نعرفوا جيومتريك ديال واحد الموليكول ولونغل ديال لي ليزون كيميك لي صافي دونك هادي هي تبسط لنا كلشي دونك خاصكم ضبطها وحافظها اكسيتيرا شي سامبلومون حيت كنقولوا ا هي ما كتبناهاش شي سامبلومون هي ما يسمى ب اتوم سنترال كتبوها هنايا اتوم سنترال دونك ا هي اتوم اتوم سنترال سي تري بيان سي بيان A هي الاتوم سنترال X وهي دوبل دو ليزون ليزون لي هنا بالنسبة للاتوم سنترال بالنسبة للاتوم سنترال E وهي دوبل ليبر يعني ليبر ديالاش ديال الاتوم سنترال كنهضر كلشي على الاتوم سنترال وهادشي نشوفو في لي زيكزومبل اكسيتيرا تفهمو هادشي راه بسيط بزاف الوغ حيت كنقولو N هنايا N يعني شحال عندنا من دوبل ليزون شحال عندنا دونك النومبغ دو دوبل ليزون بالنسبة للاتوم سنترال و M لا ميم شوز هي النومبغ دو دوبل ليبر بالنسبة للاتوم سنترال يعني شحال عندنا من دوبل ليبر سي تخي بيان و P كتساوي لنا N بلوس M الوغ سي بيان غنعطيوك واحد لي زيكزومبل من بعد نشرحو البارتي التانية بالنسبة لا فيكور اكسيتيرا بالنسبة للكود الوغ غنبداو أول حاجة نعطيو إكزومبل الوغ نشوفو بعض لي زيكزومبل باش نفهمو مزيان الوغ نشوفو الإكزومبل الأول وهو نقولو بحال سي إن أو 3- صافي غنديرو لا ستيكتور ديالو ستيكتور ديالو راه بسيطة شرحناها في الحصص اللي فاتي هاهو الوغ نقولو بلو موان سي بيان سي حنا درنا لا ستيكتور ديالنا دونك راه قلنا انه لا باز ديال هاد ليزون شيميك هو لا ستيكتور دو لويس خاص تكون ضابطه سي بيان راه شرحناها مزيان في الشابيتر ديالنا اللي ما شافهاش يمشي يشوفها الوغ دابا غنشوفو لا تيب كتسمى تيب هو هذا سي سامبلومون تيب ديال هاد لا موليكول هذا سي سامبلومون هو ا اكس او الوغ بالنسبة لهاد الموليكول شكون هو ان ان هو النومبغ دو لاتوم لي الاتوم سنترال يعني النومبغ ديال لاتوم لي لاصقين في لاتوم سنترال ها لاتوم سنترال هي ان شحال من لاتوم لاصقة فيها وحدة ها جوج ها ثلاثة ها ثلاثة سي بيان ان هو النومبغ دو دوبل لي ليبر دو لاتوم سنترال ها لاتوم سنترال واش فيها شي دوبل ليبر ما فيها حتى دوبل ليبر صافي يعني صفر صفر او صفر ما كنكتبوش او صفر كنكتب كنحيدو كتولي A A X 3 صافي أما حيت كنقولو X واحد هي X صافي X صفر دونك مكنحطو والو صافي سي تخي بيان ألوغ نعطيو إكزومبل تاني باش نضبطو المسائل ديالنا بحال قلتي CO CO2 صافي ألوغ بالنسبة CO2 غتكون هكا هادي مهيجة باش تعطينا سي بيان سي بيان سي بيان سي تخي بيان الوغ انا ميم شوز لا تيب ديال هذا شكون هو الناس يلا ا اكس اكس ان هنايا شحال عندنا من اتوم لي بالنسبه لاتوم سنترال اتوم سنترال اس دونك شحال واحد لي هي جوج جوج سي تري بيان شحال عنده من نومبر دو دوبل ليبر بالنسبه لاتوم سنترال اتوم سنترال اس شحال فيها من دوبل ليبر فيها واحد واحد يعني كنحطو صافي اما واحد ولا من الاحسن كلشي كيدير دو صافي سي تري بيان دونك هادي هي لا تيب ديالنا نشوفو اكزومبل لا ديرنيي اكزومبل لا ديرنيي اكزومبل شنو قلتلكم هاد الشابيت هادي شي حاجة بسيطة بزاف دونك ان اش تربعة دونك كتكون ان بحال هكا ها اش الاولى اش التانية و اش التالتة سي تري بيان لا تيب ديالنا تيب ديال هادي شكون هو A X E X غنحطو شحال وحدة عندنا ثلاثة ها ثلاثة ثلاثة لي زاتوم لي ليي مع هاد لاتوم سنترال وشحال من نومبغ دو دوبل ليبر هو واحد دوبل ليبر واحد يعني غير سي سامبلوم الوغ حنا فهمنا لا تيب ديالنا يعني القانون ديالنا سي بيان هذا هو القانون ديالنا غتقول لي السؤال لا صار هاد القانون كيما قلنا لكم هاد القانون هادي سهل علينا اننا نعرفو لا جيومتريك ديال لا موليكول و لونغل لي بيناتهم و هادشي لي غادي نشوفوه في بي كتساوي لنا ان بلوس ام يعني كدير ان
بلس ان. الوغ شنو كتحدد لنا؟ كتحدد لنا لا فيغور دو ريبيليسيون سي سامبلومون. شوف معايا مزيان وركز معايا، راه في ليكزام كيعطيك عطيني لا فيغور دو ريبيليسيون ولا جيومتريك دو موليكول او اسم اخر كيقولك لا فورم دو باز. عطيني الفورم دو باز اي وهذا كيسمي لا ميم شوز كيسمي لا فورم دو موليكول. صافي سي بيان، ركز معايا. فيغور دو ريبيليسيون ريبيليسيون ولا فورميل دو باز لا ميم شوز ولا فورميل دو باز. دونك هادي ولا فورميل كتبوها هنايا فورميل دو باز. صافي سي تري بيان. راه كاين الفرق بيناتهم. شوف معايا في هاد الكور هذا ان شاء الله غادي نحاولوا اننا نحددوا حيت كتكون بي ايكال 2 وحيت كتكون بي ايكال 3. راه كاينه حيت كتكون بي ايكال 4 5 اي 6. صافي 4 اي 5 اي 6 نجي نشوفوا الحصه الجايه ان شاء الله. صافي حنا نحددوا بي 3. صافي سي تري بيان. الوغ نشوفوا الاولى. شوف معايا لا فيغور دو ريبيليسيون يعني الا كانت بي ايكال 2 كنقولوا انه دروات. كي وقعتينا فيغور دو ريبيليسيون كنقول له دروات. إلا لقيتي بي إيكال 2 سي سامبلومون، إلا لقيتي بي إيكال 3 كتقول له أنه تريونجل إيكويلاتيرال. صافي تريونجل إيكويلاتيرال سي سامبلومون سي سامبلومون. إلا قالك جبد لا جيومتريك دو موليكول لا جيومتريك دو موليكول أو ما يسمى بلا فورميل دو موليكول إلا كانت بي إيكال جوج سي سامبلومون أون ديكت كتقولو أنه لينيير لينيير. صافي وكتكون الزوايا ديالو هي 180 ديغري سي سامبلومون كنرمدو له يما هكا. دونك الا جمعتي بي راه يعطيك جوج، ها هي جوج ها هي جوج، هنا واحد زائد واحد يعطيك جوج سامبلومون. هادي لو تيب سي سامبلومون. الا قالك بي ايكال 3 هنا كتشوف على حساب اشنو عاطيك على لا تيب. تيب هو اللي كيحكم. الا كان تيب الكتابه ديالو ا اكس 3 يعني 3 اشنو كتقول له؟ كتقول له اونغل 120 درجه تريونغل ايكويلاتيرال لا ميم شوز بحالو بحال بحال لا في بحال لا فورم دو باس. صافي الا كان بي ايكال 3 ولقيتي ان ا اكس 2 او يعني الا جمعتهم عطيك 3. صافي يعني اكس 2 او دونك كتقول له ان انه كودي فورم دو في يعني دير بحال كودي فورم دو في سي تري بيان. دونك هادو خاصهم تحفظو. الا لقيتي على هاد الكتابه على تيب ديالو بحال هاد الكتابه هادي ا اكس 1 او 2 كتقول له انه لينير شي سامبلومون شي حاجه بسيطه كما كتلاحظوا انه غير شي مصطلحات بساط وصافي. صافي سي تري بيان. نعطيو لي زيكزومبل باش نفهمو مزيان. الوغ نعطيو لا بروميير كيستيون نشوفو بي او سي ال 2 ها هو بي او هاد الموليكول هذا بي او سي ال 2 سي بيان. نحاول ندير ستريكتور ديالنا ها هو بي او صافي دونك غيكون سي ال هنايا و سي ال هنايا. بي او هو الاتوم سنترال. صافي سي تري بيان. الوغ غتكون بحال هكا هادي زون ما بين هذا و هذا لي زون و غادي يكون هنايا داير بحال هكا. دونك هادشي شرحناه في الحصص الفايته. صافي الحصص الفايته شرحنا هادشي يعني ستريكتور دو لويس. ما عليناش حنا هاد الحصه هادا نعرفو لا فيغور يعني نعرفو لا جيومتريك ديال هذا كي داير. سي بيان. الى جينا نشوفو هنايا لا جيومتريك ديال هذا هاد 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 لي زاتوم هادو شنو كيديرو؟ كيبغيو انه يمشيو لابعد نقطه ابعد نقطه ممكنه ما كيتحاملوش بحال كيما كيتحاملوش بجوج خاصهم يمشيو لابعد نقطه ممكنه. صافي يعني ابعد دونك بحال هادو دونك نقولوا انهم طوال هكا ولكن لاصقين في هذا لو بوين لاصقين في هذا لو بوين خاصهم ما كيتحاملوش خاصهم يمشيو لابعد نقطه. شكون هي ابعد نقطه؟ هي هذه. دونك نقولوا هذا الريوس هذا اكزومبل هذا الريوس هذا الراس الاحمر وهذا الراس هذا الزرق ما كيتحاملوش دونك ما كيتحاملوش. دونك ابعد نقطه اليوم شكون هي؟ هذه لا قريبه هذه لا هذه هي زادوها كان يقربوا. دونك هذه هي ابعد نقطه. صافي دونك هادو كنمشيو لابعد نقطه وكيعطيونا واحد الزوايا اللي قدروها 180 دوغري. صافي 180 درجه سي تري بيان. دونك هذه اشنو كنسميوها؟ غنحطو لا تيب الاول تيب تيب. شكون هو تيب؟ هو ا اكس او x يعني شحال من لاطوم لي واحد جوج جوج سي بيان. او غنشوفو شحال من نومبر دو دوبل ليبر حتى واحد صفر. او صفر ما كنحطوهاش يعني ما كاينش يعني ا اكس 2 كيفاش داير هاد النوعيه جيومتريك ديالو كي داير الرسم ديال هذا كيما كتشوفو داير بحال دغواط دغواط
صافي الا قالك عطينا لا فيغور هاهي فيغور دو ريبيلسيون ريبيلسيون سيون شكون هو لا فيغور دو ريبيلسيون هذا دروات دروات سي سامبل مو ولا قالك عطينا جيومتريك لا فيغور دو ريبيلسيون ولا كيعبوك لا فورم دو باز ولا فورم دو باز لا ميم شوز ولا كيقولك جيومتريك géométrie de molécules, etc. géométrie de molécules, je vais vous dire un nao linéaire. Ça fait. Donc, on va vous dire, c'est simplement, on va vous dire la question, question les exemples. Ça fait. C'est bien. Un exemple lourd. Je vous fais exemple, tenez, n'est-ce pas p égale 3. Je vous fais exemple, n'est-ce pas p égale 3, mais je ne fais mon exemple. Et on va vous dire bf3. BF3, ها هو BF3. سي بيان، ها هي B هي الأتوم سنترال، دونك يمشيو هادو أبعد بوان، ها هي B، B، ها هي سي بيان. ألوغ، إلا قلتلك عندنا ثلاثة الريوس، إكزومبل، هاد الريوس هادو، غنقولو هادو بالأحمر، سي بيان، قلتلك هاد الريوس هادو ما كيتحملوش، عطيني أبعد بوان يقدر يمشي ليها، دونك أبعد بوان هي هادي. يقدر يمشيو بحال هكا الا جيتي الدائره وفرقتيها مزيان دونك هادي هي ابعد بوين هادي هي ابعد بوين يعني كيشكلوا لنا واحد التريونغل ايكوي لاتيرال يعني هذا ما كيحملش هذا ما كيحملش هذا دونك كيبعدوا لابعد بوين ممكنه صافي يعني كيكونوا بحال هكا ولا هكا لا ميم شوز صافي يعني كيكونوا بحال هكا سبون بحال هكا ها هو الاولى ها هو ها هي اف الاولى ها اف الزاويه ها اف الثالثه سي تري بيان دونك ما كيتحملوش دونك كيمشيو لابعد بوان ممكنه الا جينا نشوفو الشكل اللي شكلو لنا هو هذا ها هو الشكل ديالنا سي بيان ها هو الشكل ديالنا يعني كما كتشوف انه مثلث متساوي صافي الوغ مثلث مستوي كيتسمى مثلث مستوي بالعربي المهم انه كيتسمى تريونغل ايكوي لاتيرال يعني تريونغل ايكوي لاتيرال C'est très bien. Alors, il y a un triangle équilatéral. Donc, un petit peu de l'intérieur. Il y a un prof qui a la tube. Ou elle a la tube. Donc, attaque ou la m'attaque. Donc, par où on a plus la tube. La tube, c'est simplement AXE. C'est très bien. Alors, il y a un X. Il y a un X. Il y a un atom lié à B. Il y a un juge qui a fait ça. Il y a un E. يعني غتقول لي شحال من دوبلي ليبر عند هذا بي ما عندو حتى دوبلي ليبر دونك زير يعني كنكتبو ا اكس 3 سي تري بيان ا اكس 3 ها هي دونك الزوايا اللي تكون هنايا ابعد زوايا هي 120 درجه اللي عرفناها الا جينا للمثلث وشفنا داك الماركس ديالو وشفنا هادو كنلقاو ان هاد الزوايا كتكون متساويه كتساوي لنا 120 درجه 120 درجه صافي دوبلي سي تري بيان هاكاك يعني لونغل هذا شفناه اليوتيوب ديالو حددناه غنشوفو ثاني حاجه اللي يقولك لا فيغور فيغور دو ريبيلسيون لا فيغور دو ريبيلسيون شكون هي لا فيغور دو ريبيلسيون هذا هي تريونغل ايكوي لاتيرال سي تري بيان صافي سي بيان الا قال لك جيومتريك دو موليكيل جيومتريك de molécules. Je ne sais pas quoi. Géométrique de molécules, là la forme de molécules, ou là ma figure de répétition, la formule de base. Parfait. C'est bien. Un chiffon, la même chose à ce qu'on triangle équilatéral. Ça fait la même chose dans le équilatéral. C'est très bien. Alors, oui, il y a quelques angles, zawiya, l'aide, il y a 120 degré. C'est très bien. Un chauffe exemple à or. Chauffe exemple à or. Chauffe exemple à or. Après exemple. Chauffe CN, CL. CN, CL. Alors, CN, CL2. C'est bien. Alors, chaîne, elle n'a juste CN, un gulo FK, CN, CN. Donc, un gulo. انها نديرو لا ستريكتور ديالها ثم الرسم ديالها ستريكتور ديالها هي سي ان
دونك كتكون هنا سي ال هي هكا سي ال سيكتور دو لوي سي بيان او هنا كتكون عندنا واحد ليزون هادي ما يسمى بهاش ب دوبل ليبر صافي دوبل ليبر سي تري بيان عندها واحد دوبل ليبر يعني الا جينا نشوفو التيبر ديالها هي الاولى تيب ركز معايا في هادي دونك ندير هنا تيب تيب هو ا اكس X شحال فيها جوج يعني جوج اتوم اللي هي مع هاد لاتوم سونترال لاتوم سونترال شحال فيها من دوبل ليب فيها واحد يعني كنحطو او صافي سي بيان اما او اما او واحد كنبغيو نحطو او سي تري بيان الو هادي هي الاولى غادي نشوفو فيغور دو ريبيسيون فيغور دو ريبيسيون هو تريونجل ايكويلاترال En fait, c'est très bien. Un chevaux géométrique de molécules. À quelle fin? Géométrique de molécules, il y a une adaptina codée. Codée, forme de V. C'est très bien. Forme de V. L'angle de là, donc, très bien qu'un goulot mieux. شوف معايا مزيان نبدلو هادو 120 درجة 120 درجة نبدلوها بالسي ان هاهي السي ان هنايا السي ال ياك وهنايا السي ال سي ال يعني هنايا كتكون عندنا اكس اكس وهنا او صافي هنا كنديرو اكس اكس وهنا او هاهي جوج اكس وهادي او يعني الكترون ليبر كيفاش كنبدلو لهم شوف معايا مزيان كاين كيبدلوهم بحال هاكا هاد الليبر هدا كيفاش كنبدلوه هاد دوبل ليبر كنمثلوهم بحال هكا وكنديروهم دونك هاد الشكل الاخر نديرو الاحمر حسن كيكون الشكل ديالو بحال هكا كيمثل لك البروف بحال هكا كيدير لك هنا دو الكترون التمثيل ديالو بحال هكا تقريبا التمثيل ديالو صافي هادي هو الجيومتريك ديالو عقل عليها الجيومتريك ديالو دونك هذا كيتحرك دونك كيتحرك دونك هذا كي الا تحرك الا تحرك شنو كيدير هاد الزوايا مالهم مالهم كيحركهم يعني كيزيد يهبط هاد السي ال مع السي ال كيزيد يهبطهم شويه وهاد الزاويه هادي كتكون قلب 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 كتكون كبيره عليها 120 دوبل صافي هاد الزاويه كتكون كبيره عليها 120 دوبل رايح هنايا في كنقولوا في في الغيال في الغيال في الحقيقه كتكون كتكون 120 كبيره عليها 120 دوبل كبيره عليها ولكن حنايا في الخدمه وكذا كنخدموا كنقولوا 120 تقريبا 120 صافي اما في الحقيقه راه هاد لا دوبلي اللي بكي اثروا على لي لونغل وشي نشوفوا شي نشوفوا في الحصص الجايه باش نتعمقوا مزيان نشوفوا شي مزيان صافي سي تري بيان شو معايا علاش هذا كيضغط على هاد الزوايا على كيضغط كيضغط على هاد على هاد على هاد لي زون على هاد ما يسمى لي زون شيميك هاد لي زون شيميك اللي تشوف هاد لي زون الاول السي ان شاده هنايا والسي ال شاده هنا صافي دونك ما كتقدرش انها تحرك صافي كتبقى هكا سي تري بيان هادي شنو كيوقع ما شاده حتى واحد هنا ما شاده حتى واحد هنا غير السي ال اللي شاده هنايا وكتنو كتحرك بهاد الزاويه هادي بحال هكا دونك كتاثر على الزاويه وكتنزل شويه كتنزل بواحد القيمه صغيره هي 120 دوبل صافي هادي هي لو بوين اللي بغيت نفهمكم صافي سي سامبلومون التمثيل ديالها بحال هكا صافي سي بيان هنا ما كنحطوش الزوايا لان حنا كندرسو الزوايا ما بينات ما بين لا ليزون كيميك هي ما بين ليزون كيميك يعني هاد الزاوية كتكون قلب 120 دوغري صافي سي بيان واخيرا الى لقيتي هاد الكتابة هادي لا تيوب لقيتيها كتكتب على شكل ا اكس او فين كتقول له لينيير سي سامبلومون شكون اللي كيأثر لنا على الزاوية اول حاجة استنتجناها في هاد الكور هذا شكون اللي كيأثر لنا على الزاوية وهما لو دوبل الليبر الا كان عندنا لي دوبل ليبر او كثار كيأثروا على الزوايا كل ما كثروا كل ما الزوايا كتزيد تنقص يعني كتسمى انفليونس يعني انه مؤثر فليونس يعني عندنا هنا شو معنى لا فليونس الاول مؤثر على الزوايا على لي زونغل عقل عليهم وهادشي عندنا غادي نتطرقوا له في الحصه الجايين هما دوبل ليبر ياك لي دوبل ليبر خليه يحطهم كيستيون دوكور ثاني حاجه وهما ما يسمى بالالكترونيكاتيفيتي حتى هي كتاثر
الكترون اللي كتفيتي كتاثر على الزوايا ديالنا حتى هي كتقلص اكسيتيرا. شي نشوفوا في الحصص الجايه ان شاء الله. انا نتمنى انكم فهمتوا هذه البارتي هذه. انا كتبان لي انها بارتي بسيطه بزاف سهله بزاف شي سامبلومون فيها شويه ديال 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 الحفظه الو حفظ هادشي دونك وخاصك تفهم باش الا نسيتي شي حاجه هاد لا فيغور هاد سيتيون كتخدم وكتلقى كتشوف الرسم كيداير. الا جينا هنايا علاش هنايا قلنا انه لا فورم دو في يعني على شكل في حيت هنايا راه كنشدو جيومتريك دو موليكول. لا جيومتريك دو موليكول راه هي هادي دونك هاد دوب اللي بلا ما داخلينش هي هادي هي لا فورمي دو يعني على شكل اش على شكل في شي الشكل ديالها شكل في داكشي علاش قلنا فورم دو في صافي. كودي يعني كودي داير هكا يعني الزاوية كودي سي تري بيان. اما حيت كنهضروا على بالنسبه لا فورم دو باس ديال لا باس كامله راه هي هادي لا فورم دو باس هي هادي لا فورم دو باس كتعطينا تريونجل ايكوي لاتيرال صافي. كاين الفرق ما بين ما بين شكون اللي كيأثر على شكون اللي كيخالف ما بين لا فيغور دو ريبيلسيون ولا جيومتريك دو موليكول سي بساطة هو لو دوبل ليبر. الا كان عندنا لو دوبل ليبر دونك كتختفي الاسماء صافي. الا ما كانوش عندنا راه كيكون نفس الاسماء سي بيان. انا هاد لو بوين اللي ركزنا عليها الحصه الجايه ان شاء الله نشوفوا حيت كتكون بي ايكال 4 5 6 سي سامبلومون بحال هكا دونك سي سام غير اشكال جداد اكسيتيرا شي حاجه ديال كتحفظها سي سامبلومون صافي. الوغ نتمنى لكم واحد الموفق في الدراسه ديالكم ونتلاقاو ان شاء الله في الكور الثاني ان شاء الله بالنسبه لي زون شيميك بالنسبه للشابتر الشوجه.